تشهد حركة المرور لولاية الجزائر ازدحاما حادا، والذي امتد إلى مختلف طرق العاصمة، سواء الرئيسية منها أو الثانوية أو على مستوى الطرق السريعة، بحيث يترقب المواطن في أي وقت انسداد الطريق لسبب أو لآخر، وهو الأمر الذي بات ينغص على العاصميين يومياتهم، ويتسبب لهم في العديد من المشاكل التي يعيشونها يوميا، راجين من السلطات الألمانية إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على هذه الأزمة الخانقة. ما كاش مغلوقة بارتي وين ترى؟ دي فقاحة الدوزر بومرداس الأرجي درت 3 سوايع ونص، شغل رحت من بومرداس القسنطينة. بارفوا البنادم يخرج من داره باش يلحق الخدمة يدير 3 سوايع ساعة ونص تاع سيركولاسيون، بارفوا شغل دير مشاكل عائلية، قاع يدخل إنسان مقلق لدارو يقابل مرته وميشامو. والله يا أختي ما تقدري تلحقي من الخدمة للدار، ما تقدري ديري فطورك في وقته ولا عشاك، ولا توصلي لولادك دي فوا، ولا توصلي لدارك في وقتها. لوكلا كانت سبة شوية دومي مال، دي فوا ما كان حتى سبة، يديروا الفاسيليتي ويديروا كلش وطرقان ما كانش. ورغم المجهودات المبذولة من قبل السلطات المانية للتخفيف من الضغط الذي تشهده العاصمة من خلال المشاريع المنجزة إلى حد الآن كمشروعي المترو والترامواي، إضافة إلى الطرق الجديدة والجسور والأنفاق ومفترقات الطرق، وإجراءات كتلك التي تمنع سير شاحنات الوزن الثقيل في ساعات الذروة، كذلك فرض الرسومات والضرائب على السيارات الجديدة من أجل التقليل من اقتنائها، إلا أن كل هذا لم يتمكن من فك الخناق خاصة عن بعض المناطق الكارثية والتي أصبح فيها الازدحام مزمناً.